لو الحكاية فيها إن فيتو وفاة المصريين هذه فكرة يعني نبتت ولا إن شاء الله بنشتغل عليها أو سنشتغل عليها رابع خطة، وهي نبتت بسبب كثرة الفقهاء المصريين الموجودين في مصر، وهؤلاء الفقهاء وعلى رأسهم طبعا القصيد المصري سيدنا الليث بن سعد. وكثير من اختياراتنا الفقهية قد نجدها أننا يعني المسائل عند الأئمة الأربعة قد تكون بالنسبة لبعض الناس غير يسيرة التطبيق، فنأخذ الأرفق بالناس مثلا من فقه الإمام الليث بن سعد ونتبع أو نسلك مسلك الإمام الليث بن سعد. هو مصري ومصري وكان عنده رؤية كبيرة. طبعا نحن نعرف سيدنا الإمام الليث بن سعد وماذا كان يفعل مع الإمام مالك في المدينة المنورة، وكيف كان يصله بالعطاء وهذه الأشياء الكبيرة، وكيف كان غنيا ولكن لا يأتي عليه حول وعليه زكاة لأنه كان يخرج من أموال الله في سبيل الله. عطاء المصريين، كرم المصريين، وعبد الله بن لهيعة وعبد الله بن وهب وابن القاسم وغيرهم من العلماء الكبار حتى الذين جاءوا من خارج مصر إلى مصر كأنهم تمصروا وأصبحوا ينظرونها بعدسة مصرية.